السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خرج من البيت العائلي في رمضان الفارط تقريبا سنة، متوجها إلى وحدته بمنطقة الدبدب، فلم يصل ولم يرجع إلى البيت. الدركي أرميطة أكرم ينحدر من بلدية مسعد بولاية الجلفة، اختفى في ظروف غامضة جعلت قلب الأم المسكينة يحترق على ابنها. أرميطة أكرم أو كرم آخر أثر له كان بتوغورت، حيث تم العثور على هاتفه بحوالي 5 كيلومتر على بعد مدينة توغورت. نسأل الله القدير أن يرده إلى أحضان والدته.